وضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نحكي فيها عن تجميل الأسنان وآخر ترند اليوم لتجميل الأسنان. بعض طرح عدة نماذج لتجميل الأسنان وصنع الابتسامة، إلا أنه اليوم العالم عم يتجه للابتسامة الأكثر طبيعية. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بالدكتورة دانا مسلم، اختصاصية في علاج وتجميل الأسنان. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة دانا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. مرقنا بسنوات كانت ثورة وموجة من الموضة بتجميل الأسنان، الابتسامة البيضاء كتير، الأسنان السميكة، الأرنب وإلى آخره، ولكن بلشنا نرجع نشوف الناس عم ترجع تحب الطبيعة وترجع للابتسامة الطبيعية وحتى الشكل الطبيعي. شو رأيك؟ صحيح. هلا خلينا نتفق بالأول أنه الابتسامة الجميلة هي عن جد أحد العناصر المهمة بالقبول الاجتماعي والقبول الأول. يعني نحن أول ما نتعرف على شخص أو نلاحظ شخص لما نشوف ابتسامة جميلة أكيد بتلفتنا، فلهالسبب هي يعني امتدت اهميتها. ليش صار الكل بيلجا انه يحصل على اسنان جميله، اسنان مثاليه؟ لهالسبب هذا. بس بالنسبه للترندز والصيحات الموضه اللي طلعت، هلا خلينا نبلش بالهوليوود سمايل. يعني من اكثر من 15 سنه او 20 سنه بلشت، صرنا نشوفها على مشاهير هوليوود، وبعدين انتقلت لمشاهير الوطن العربي اللي كان فيها شويه مبالغه. يعني الالوان الناصعه البياض، شديده البياض كان الاسنان، يعني وهذا الصراحه هذا الابيض ما لا يليق بالجميع. هي نقطه مهمه. بلس انه كمان كان الاسنان عم تكون تقريبا كلها بشكل واحد، بطول واحد. يعني عم نشوف مربعات مصطفه بجانب بعضها، ما عاد في فرق بين النهايه، الناب له شكل، الاسنان المركزيه السنترالز اللي بالنص هدول لهم شكل، لهم طول، مقاييس ونسب معينه. فبرايي انه نحن كاطباء تجميل دورنا انه نوجه المراجعين اللي عنا، او نخلي الفكر والثقافه الجديده تتجه باتجاه الشكل الطبيعي. انه بالنهايه نحن مرجعيتنا شو؟ شكل السن الطبيعي بالشكل المثالي له. يعني بالنهايه اكيد ما بنقصد لما بنقول لا خليك على طبيعه اسنانك وهي فيها مثلا فراغات او في تراكبات، في مشاكل كثيره، لا اكيد لا. نحن عم نقصد بالشكل الطبيعي الشكل المثالي. يعني مهما عملنا ما حنعمل اسنان اجمل من خلقه رب العالمين. فنحن بتكون مرجعيتنا الشكل المثالي الثاني للأسنان الطبيعية مثل ما هي بالأساس، باللون الطبيعي الأبيض يعني، بس المقبول، مو الأبيض اللي أصلاً مو موجود بالطبيعة. طب دكتورة، اليوم هاي التحولات اللي صارت، اليوم فعلاً الناس صارت تلجأ للابتسامة الأكثر طبيعية، والتجميل اللي صار بالفترة الأخيرة كل الناس صارت تعمل أسنانها بعدة يمكن نماذج اليوم مختلفة. حتى أحياناً يمكن هذا الشيء ما بيكون لابق للوجه، ممكن هذا الشيء الناس صارت ترجع للابتسامة الطبيعية، صار في مبالغة يمكن بتجميل الأسنان، هذا السبب يمكن أنه خلى الناس ترجع للابتسامة الطبيعية؟ صحيح. هلا المبدأ بالأساس هو أنه نحن نختار ابتسامة تناسبنا، هذا يعني بالبند الأول. أنه نحن ما نعمل بالنهاية، هي مثل بصمة، بالنهاية بصمتي بتختلف عن بصمتك. يعني بده يكون في طابع شخصي لكل ابتسامة. يعني نحن اوكي نحن بدنا شكل طبيعي، بس دائما في دراسه بتصير من قبل الطبيب للمراجع، بندرس فيها تفاصيل كثير مهمه مثل لون البشره، لون الشعر، ممكن نساله عن طبيعه عمله، عن السن، كل هالقصص هي بتعطيني رؤيه كيف بدها تكون هالابتسامه لهالشخص. فاذا تصممت الابتسامه للشخص له بالمعايير هي اللي عم نحكيها، بتكون ابتسامه يعني خلينا نقول بتخدمه يعني اطول فتره ممكنه. ما بدنا نعمل موضه وترند وبعد 4-5 سنين ينمل منا يا يطلع موضه جديده. يعني كمان طلعت موضه اللومينيرز من فتره ولاقت رواج كثير كبير. ليه؟ لانه كانت فكرتها انه يصير وضع هالتركيبات هي او هالقشور التجميليه بدون برد تماما للاسنان. وهذا الشيء يعني محبب من قبل الاشخاص، لانه بيقولوا ما في خساره، يعني نحن ما حنخسر اسناننا، ما حنبردهم، وبالتالي عم يتم وضع هالتركيبات مباشره. بس مع الوقت لقينا انه هي في لها مساوئ كثير كبيره. عم يكون بهالمكان نحن ما عم نخلق قاعده لهالتركيبه هي او لهالقشره هي، فبالتالي عم يصير تجمع بقايا طعام، عم يصير في التهابات لثويه، بعدين عم يصير في رائحه فم غير جيده عند المريض. فشو الفائده؟ يعني انا اعطيته نتيجه جماليه ولكن ما عاد في صحه، يعني ما في صحه فمويه جيده، فعنده مشاكل بالمضغ، بالاطباق، بالكلام، كل هالامور هي مفروض تتراعى. يعني الناحيه الصحيه توازي تماما الناحيه التجميليه، نكون محققين هالهدفين. ومن هالمبدا هذا نحن بنحصل على ابتسامه جميله مناسبه لنا بالشكل الاولي، وايضا انها تضاين معنا، تخدمنا فتره طويله، مو كم سنه وانا تبطل موضتها. لهيك الشكل الطبيعي ما بيبطل،
يعني بيكون معمول بشكل مثالي بيناسب المريض لأطول فترة ممكنة. خلينا نقول طيب دكتورة، كونه حضرتك ذكرتي الشكل الطبيعي، خلينا نروح للابتسامة الأكثر طبيعية. اليوم كيف بيتم تصنيعها يعني عند الدكتور وعن طريق المخبر أيضا؟ أكيد في حيكون في مسؤولية مشتركة وفي تعاون بين الطبيب التجميل وبين المخبر اللي بيقوم كمان بجزء كبير من العمل. مثل ما قلت لك بندرس تفاصيل كثيرة بالشخص اللي قدامنا، يعني كثير مهم طبيب التجميل يعطي جلسة كاملة بس للشخص ليعرف منه هي القصص، هي يدرس شخصيته. كمان في أشخاص مثلا طبيعة عملهم تفرض عليهم مثلا مثل أنتوا بالإعلام تحت الأضواء، هذا الشيء يعني ممكن أنصمم لك ابتسامة تختلف عن صبية أخرى، أو مثلا أعمل ابتسامة لصبية ووحدة لكبار السن. كمان في فرق بين النساء بين الرجال بين الشابات وبين المتقدمين بالعمر، يعني شكل الأسنان حتى بتختلف مع التقدم بالعمر. فأنا بيهمني أني أدرس هالتفاصيل هاي كلها، ومثل ما قلنا نحافظ على شكل كل سن كيف ما هو. بالنهاية أنا ما حأخترع شكل سن من عندي، أنا عم بلحق ومرجعيتي هي الشكل السن الطبيعي بحالته المثالية. بنعمل هالارتصاف هاد كمان ما تكون بلون واحد، يعني نحن أسناننا الطبيعية لما بنشوفها بنلاقي في اختلاف شوي باللون وفي تدرج باللون بالسن نفسه. فكل هاي الأمور إذا حققناها عملنا الشفوفية اللازمة الموجودة أيضا بالسن الطبيعي، فبالنتيجة النهائية بنلاقي أنه حصلنا على ابتسامة جميلة لائقة مناسبة لإلي، مفروض ما تكون تشبه ابتسامة حدا ثاني. ما نعمل ابتسامة جميلة موحدة للجميع، مثل أنا نجحت معي ابتسامة أعملها وصممها وكل مرضاي أعمل لهم إياها بنفس الشكل، كمان هذا الشيء غلط. مثل ما قلنا كل شخص له بصمته وله ابتسامته الخاصة فيه. يعني مثل ما ذكرتي حضرتك الدور بيرجع للطبيب. اليوم في حالات بتجي لعند الطبيب أنا بدي مثل هاي الصورة، هون دور الطبيب إنه ينصح إنه هي بتلبق أو هي ما بتلبق أو هي بتزبط أو هي ما بتزبط. أكيد أكيد نحن دورنا هون إنه أكيد نراعي ذوق المراجع او رايه، له ملاحظات معينه بنقدر نحققها نعمل له اياها، بس دورنا انه نوجهه ونخليه. مثل ما قلنا انه كثير اجاني مثلا بيقول لي دكتوره انا عامل وعامل حطي لي افتح شيء، كثير بسمعها هي، او مثلا انا مثل ما قلتي هي الصوره عاجبتني بس مثلا شكل هي الاسنان وطولها وتناسقها ما بيليق مثلا بشكل وجهك او بلون بشرتك او بلون عيونك. كل هالقصص المفروض نحن نوضحها له، ورأينا يعني مع رايه بيمشي الحال. طيب دكتورة ذكرتي نقطة وللأسف يعني شفنا أخطاء كتير كبيرة، واليوم يعني الطبيب بيقول لك أنه أنا صممت صح أخذت الإطباق صح ولكن اليوم صار في خطأ من المخبر يعني ما عطانا النتيجة اللي نحن بدنا إياها. يعني اليوم قدامهم اليوم التشاركية بين المخبر والطبيب والانتقاء المخبر الصح. أكيد في مسؤولية مثل ما قلنا مشتركة، يعني مثل ما للطبيب دور كبير أيضا للمخبر في له دور كبير، لأنه هو اللي بده يصنع هذا الشيء. أنا بنقله المقاسات والقياسات الخاصة بمريضي لعنده وهو مفروض يقوم، يعني أكيد كمان هذا الشيء ما بيخص المريض، يعني أنا المريض إجا لعندي إلي فهو بيلومني لإلي، مفروض الطبيب يكون عنده بيتعامل مع مختبر عنده تقنيات عالية تقنيات حديثة. بالنهاية هلا صار في تقنيات كثير متطورة بتصميم هالقشور هي التركيبات اللي عم تجي سماكات كثير رقيقه، وبالتالي هذا افضل صحيا واكثر جماليه. فاذا تصممت يعني بطريقه انه مع حرفيين عاليين من حيث الطبيب والمخبر بناخذ نتيجه جميله. وما بدي انسى انه ما دائما كمان نلوم المخبر نلوم الطبيب، كمان في دور كثير كبير على المريض. انا سلمته الاسنان بشكل جميل مناسب صحي، كمان هو في عليه مسؤوليه لما انتقلت هالاسنان او هالتركيبات لعنده صارت هي مهمته انه يعتني فيها عنايه. انا بكون عطيته تعليمات المراجعه الدوريه كل 6 اشهر، مو كثير اذا زارنا مرتين بالسنه نتاكد انه ما في نخور بين هي التركيبات، ما في نخور بين الاسنان، ما في التهابات، ما في رائحه سيئه. كل هالقصص هي مفروض انه عليه ايضا دور، وانا بوضح له هالامور قبل حتى ما نشتغل انه في عنايه مطلوبه من قبلك لحتى تحافظ على الشغل اللي نحن قدمنا لك اياه. يعني اكيد مثل ما علينا دور كمان هو كثير مهم انه يعتني بتفريش الاسنان، استخدام الخيط بين هالتركيبات وبين الاسنان، هيك بنضمن انه نحن نحافظ على الشكل الجمالي اللي حققناه لاطول فتره ممكنه. طب خلينا نروح شوي دكتوره لتبييض الاسنان. اليوم في اشخاص اسنانهم بحسوا انهم ما بدهم تجميل، ما لهم بحاجه لاي تجميل، لكن بحاجه لتبييض، بيلجأوا للتبييض. كمان اجراءات التبييض الاقرب للطبيعيه، ومين هم الاشخاص اليوم اللي ما بينجح معهم التبييض او ما بيستمر معهم تبييض الاسنان؟ هلا صراحة التبييض بالنهاية له نوعين، إما تبييض بالعيادة بيتم ضمن جلسة بيقوم فيها الطبيب
او ممكن يعملها المريض بنفسه بالمنزل. بهالنوعين ناخذ تقريبا نفس النتيجه. هو الفرق بيناتهم الاسرع اكيد بتكون بالعياده. النتيجه دائما بتكون يعني خلينا نقول مو مثل وضع التركيبات، لانه هناك بنتحكم باللون على كيفنا. هون ممكن يكون البياض درجتين لثلاث درجات افتح من لون الاسنان الطبيعيه. هلا اللي ما كثير بيستفيد من هالاجراء هذا هو الاشخاص اللي بيشربوا مثلا الملونات، القهوه بشكل متكرر خلال اليوم، الشاي، المشروبات الغازيه، المشروبات اللي فيها ملونات صناعيه، فهدول يعني بصراحه ما في ديمومه للتبييض عندهم، لانه او المدخنين كمان بشكل اساسي. شو حلتهم هدول دكتوره؟ الحل انه اما بده يستعين بالتبييض لكل فتره، يعني كل 6 أشهر يعيد الجلسه، يكرر التبييض، لانه هو ما عم يقدر يحافظ عليه لفتره طويله بسبب هالعاده اليوميه اللي عنده، مثل ما قلنا المدخن او اللي بيشربوا هالمشروبات بشكل متكرر، او انه مثل ما قلنا لوضع التركيبات. هون اذا كان في عندنا مشكله، يعني انا كمان ما بنصح بالتجميل للكل، يعني لو كلنا بنسعى انه نحصل على نتيجه مثاليه، بس في اشخاص عندهم اسنان صحيه سليمه، حرام انه نوضع لهم تركيبات ونحطهم بمشاكل، لا نحن بس بنحافظ على اللون انه نكرر جلسات التبييض، يعني اما حل ثاني ما في، اما بنوضع التركيبات باللون اللي نحن بدنا اياه ونضمن انه ما يتغير اللون، لانه التركيبات بتحافظ على لونها مهما عملنا، اما او انه بنلجا للتبييض، انه اسناننا نفسها مبيضه نفتحها وبنحافظ عليها انه بنكرر هي الجلسه كل ما احتجنا. هي هذا الحل. طيب اليوم عم نحكي عن التبييض عن طريق الليزر او بالمواد بالعياده او حتى بالبيت، اليوم في عده طرق للتبييض. هلا مثل ما حكينا طرق العياده هو استخدام الليزر الضوء، هذا بيسرع لي عمليه التبييض. نحن بنحط مثل واقي او حمايه على النسج الرخوه حول الاسنان وبنطبق الماده على الاسنان، الماده المبيضه بتراكيز معينه حسب كل شخص حسب الحاله، وبعدين بنطبق اضاءه الليزر اللي هي بتفعل عمليه التبييض. هاي جلسه تقريبا بتستمر من يعني من نصف ساعه لساعه بالعياده، وبناخذ نتيجه فوريه. ومثل ما قلنا بتضاينا من 6 أشهر، اشخاص بتضاين عندهم سنه حتى لو عندهم عادات مثل ذكرتي. هلا هون بقى شطاره المريض، يعني دائما الدكتور بيقول لك اذا دخان وقهوه ما حتضاينك. مزبوط هذا الحكي، مزبوط. لا مو ما تفوتي، انت بتعمليها وبتاخذي نتيجه بس ما حتكون ديمومتها مثل عند الاشخاص يلي ما عندهم تكرار يومي، او بده يصير في عنايه مضاعفه. يعني انت شربتي قهوه مثلا، بتعرفي حالك عامله تبييض بهي الفتره، ففورا بتنظفي اسنانك بعد ما بتخلي القهوه تضل على سطوح الاسنان ترسب وتعطي تعطيها اللون الاصفر. يعني بده يكون في اما عنايه مضاعفه او انه نكرر جلسات التبييض، هذا بده يصير. طب تكرار جلسات التبييض دكتوره ما لها تأثيرات سلبية على الأسنان؟ بصراحة هو طريقة آلية التبييض الحديث ما عم يكون في، يعني ما عم نشيل نحن طبقات من السن مثل ما بيتخيل البعض، لا نحن عم نحاول انه يعني نشيل الرواسب اصلا الموجودة على الاسنان، نشيل طبقة الصفراء اللي ممكن تتراكم بسبب الاكل والشرب اليومي والدخان او الارجيلة اللي موجودة على سطوح الاسنان، نعيد لون السن الطبيعي اصلا افتح بشوي صغيره، هذا اللي نحن عم نعمله. فنحن ما عم نخسر من طبقات السن الموجوده اصلا، فالتكرار ما نو مضر بالدرجه اللي ممكن يتصورها الشخص. طيب الاجراء الليزر مؤلم يعني او لا؟ هلا هو ما بيكون مؤلم مثل ما قلت، نحن بنعمل مثل حمايه للثه قبل ما نوضع. في بعض الاشخاص عندهم حساسيه عاليه، مزبوط، هي بتختلف من طبيعه الشخص، اذا في حساسيه بالاسنان اكيد، اذا في نخور او تراجع باللثه عند الاسنان على الاسنان فبنلاقي انه بيصير في لمعان وكذا، بس هي تقريبا فينا نقول محموله لدرجه معينه لانه عم يطبق حمايه وهي فتره قصيره، يعني الجلسه كلها مثل ما قلت لك من نصف ساعه لساعه، فهون يعني محمول الوضع. التبييض المنزلي بقى بيستمر لفتره اطول، يعني نحن بنطلب من المريض انه يوضع هاي التيوبات والماده المبيضه بشكل متكرر يومي لمده على الاقل اسبوعين، 10 أيام لاسبوعين. فهون بقى اللي عنده حساسيه او مشكله بيقول لك انه ما فيني ضاين هالقد، بيلجا للليزر لانه بيعطي نفس النتيجه ولكن بشكل اسرع اسهل الوقت يعني أسرع. طيب دكتوره اليوم بعد التركيبات وبانواعها، يعني اليوم ممكن بعض المشاكل تصيب الشخص، يعني شفنا ناس كثير قالوا لي يعني انا بعد ما عملت التركيبه راح مني بعض الاحرف، يعني صار الاحرف اللي خاصه اللثويه يعني صار في عندي مشكله فيها. بعض الاشخاص انه صار عندهم روائح بعد فتره. اليوم هدول القصص هل انهم قابلين للاصلاح؟ اكيد ما في بالنهايه مشكله ما لها حل، بس مثل ما قلنا نحن يلجا الشخص، يعني التجميل بالاساس لما تلجا الى الطبيب بده يكون في عندك ثقه كامله انه هالطبيب في عنده حرفيه عاليه، في عنده خبره، لانه بصراحه الاجراء ما هو سهل،
فيه اول شيء تكلفه ماديه، فيه تكلفه، فيه يعني صعوبه، ومثل ما قلتي ممكن يصير في الم، فالمريض بده يعملها مره واحده بحياته، ما بده يكررها او يصلحها. بالنهايه نحن فينا نصلحها، قادرين انه نصلحها، ولكن ليه لانا يعني اصلا اوصل لهالمرحله؟ اذا تنفذت بالشكل الصحيح والتقنيه المطلوبه من قبل الطبيب ومن قبل المخبر، وبعدها المريض قام بالعنايه المطلوبه، يعني المسؤوليه اللي عليه، فانا برايي ما بيكون في هاي المشاكل. انما اذا كان في اي خطا صراحه بتصميمه من قبل الطبيب، اخذ القياسات او الحواف ما كانت سليمه، فاكيد بدنا نعاني من مشاكل كثيره، يعني هذا الشيء وارد. طيب دكتوره، شو الاعمار المناسبه لاي اجراء تجميلي سواء التبييض المنزلي او بالليزر او الاجراءات التجميليه سواء للشباب او للصبايا؟ هلا صراحه انا بفضل من بعد العمر 18، يعني كحد ادنى انه بعد عمر 18 بنقدر نشتغل على موضوع التجميل. انا دائما يعني الشابات او الشباب اللي بهذا العمر بحاول اوجههم باتجاه التقويم، لانه بهالعمر لسه نحن قادرين انه نعيد ارتصاف الاسنان من دون ما نبرد منها ومن دون ما نخسر منها، بانه نعملها معالجه تقويميه. فانا بحاول اوجه مرضاي، شفتي هالقصص اللي انا قلت لك انه لازم نعطي وقت للمريض وندرس شخصيته وندرس عمره وندرس طبيعه عمله حتى. فاللي بهالفئه العمريه بفضل انه ما يلجأوا فورا للتركيبات وللتجميل، لانه بالنهايه الى عمر، يعني قد ما قلنا خدمتهم 15 سنه 20 سنه الى عمر، فليه نبلش فيها كثير بكير؟ بهالعمر هذا بنصح انا اكثر نتوجه للتقويم الاسنان لحتى نعطي الارتصاف الجميل، ومستقبلا اذا احتجنا نوضع تركيبات نوضعها لاحقا يعني. طيب دكتورة، خلينا نروح هيك معك بنهاية حديثنا لنصائح عامة كرمال الصحة الفموية، كان بالاعتناء بالأسنان أو بعد التركيبات، والقرار قبل التركيب. أكيد هلأ العناية مطلوبة، مثل ما قلنا مفروض ما حقول شيء جديد، يعني أنا بس بدي نبه على موضوع أنه نعتني بشكل مضاعف بالتركيبات. ما نفكر أنه إذا نحن والله عملنا إجراء مكلف أو صعب معناته أنا حأحصل على نتيجة مدى الحياة، لا، أنا مفروض أعتني بشكل مضاعف حتى أكثر من قبل بالأسنان، تفريش الأسنان بشكل يومي ثلاث مرات باليوم إذا بنقدر، استخدام الخيط بين الأسنان حتى نمنع النخور بين الأسنان والنخور بين التركيبات نفسها اللي ممكن تكون غير مرئية، نمنع حدوث الالتهابات، استخدام المضامد الفموية كثير مهم، المراجعة الدورية، يعني بجوز يصير في عنا نخور نحن ما ننتبه لها او نعاني مثل ما قلتي من رائحة سيئة او ما نعرف شو سببها، لما بنعمل هالمراجعة الدورية عند الطبيب بنكتشف قصص كثيرة بنلحقها قبل ما تتطور، قبل ما تصير معقدة اكثر وعلاجاتها معقدة ومكلفة. فهي نصيحتي بصراحة. وبالنسبة للتجميل دائما ما نلحق الموضة، ما نلحق الترند اللي طالع، نعمل الشيء اللي بيناسبنا ونعمل الشيء الاقرب للطبيعي المثالي يلي مثل ما قلنا ما حنمل منه وحيضل معنا يخدمنا لاطول فتره ممكنه. تماما، العنايه كثير ضروريه بصحه الفم والاسنان سواء كان في اجراءات تجميليه او لا. بختام فقرتنا اكيد دكتوره بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتوره، هيك صباحك على طول ابتسامه حلوه ان شاء الله. شكرا لي ولكم. اهلا وسهلا.